مش يا شباب، رجعنا لكم تاني بلعبة جديدة اسمها كريبتو مايننج سيميليتور. ماشي يا شباب، اتمنى دلوقتي ان انا الصوت يبقى كويس شوية. عملت شوية تغييرات كده وبعض التعديلات يعني، فاتمنى ان يبقى صوتي كويس. فخلينا نبدأ اللعبة ديت. المهم خلينا نقول جمدبان مثلا نقوم داخلين. طيب دلوقتي اللعبة دي بتبقى عبارة عن إن أنت بتعمل كمبيوتر وبعدين تخلي الكمبيوتر ده يعدن على العملة اللي هي اللي فوق ديت، وفي لما في الآلة ديت دي بتعدن عن البيتكوين. فالبيتكوين ديت يعني غالية شوية دلوقتي، يعني دلوقتي هي المفروض غالية، فنسيبها مننا دلوقتي ونركز على الكمبيوترات. دلوقتي هو أول حاجة عايزها هي إن احنا نقوم خارجين هنا كده. مش يا جدعان، هي تقريبا تتكس فيها مشكلة أو حاجة، لأن أنا لعبت اللعبة قبل كده كنت باخد عنها خلفية خلصت فيها التوتوريال، فأنا مش عارف ليه التوتوريال اللي هو جايبه فوق دلوقتي ده اللي المفروض بيحصل في الآخر خالص، فمش عارف الصراحة. فأنا دلوقتي أنا هعمل التوتوريال بس من غير ما هو يجيبولي فوق، يعني هعمله عليا. اول حاجه هنشتريها هي الترابيزه ديت او المكنه ديت او ايا كان ايه ده. طيب دلوقتي تاني حاجه عايزينها كارت الشاشه، فكارت الشاشه اللي هنجيبه هيكون ده حاليا لان هو تقريبا ارخص واحد. عاوزين رامات، فاحنا مش الرامات ملهاش لازم قوي، بس خلينا نجيب 4 جيجا. هنا الاس اس دي خلينا نجيب 64، هنحاول نجيب ارخص حاجه علشان خلينا نجيب جيل تالت من السي بي يو. المذر بورد هنجيب المذر بورد ديت، خلينا نجيب دوت ونروح نبني البي سي. طيب اول حاجه هنحط المذر بورد، بعدين هنحط الرامات، بعدين هنحط السي بي يو، وبعدين هنحط الاس اس دي، وهنحط كارت الشاشه فوق هنا، وهنحط دوت هنا. طيب دلوقتي بعد ما عملنا كده لازم نعمل بعض الحاجات، فخلينا نبدا. ماشي يا شباب، اول حاجه المفروض ان احنا هنقوم جايين عند السي بي يو ونقول له انستل كولر، وبعدين هنقوم جايين على المذر بورد نقول انستل باور كابل، الاس اس دي هنقول كده، بعدين كده 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 المفروض ان احنا نكون خلصنا خلاص بناء البي سي دوت. فهناخده ونحطه مثلا هنا كده، وبعدين نيجي عند المذر بورد نقول لانش ونستنى ما بين ما يفتح. بعد ما يفتح كده هنقوم خارجين بقى، نقوم رايحين عند اللابتوب، وبعدين نقوم واخدين البي سي اللي احنا عاملينه دوت ونقوم قايلين ستارت. طيب دلوقتي المفروض ان المهمه دلوقتي اللي فوق بيقول، فهي دلوقتي احنا صراحه مش عايزين نعمل حاجه. ليه؟ لان احنا مش معانا فلوس كتير. فانا هشوف السقف لانه ارخص حاجه، فهجيب ديت سيبها دلوقتي كده بس عشان نخلص من المهمه اللي فوق. طيب دلوقتي عايزنا ناخد مهمه من اللي فوق دول، فخلينا نشوف ارخص مهمه هي ايه. هي يعني المهمات كلها تقريبا غاليه، ولكن ارخص واحده فيهم هي ديت اللي ب 1700، ولكن مازال برضو ان انا معيش فلوس كافية. شوفوا دلوقتي البي سي دوت او القطعة ديت جابت لنا من التعدين دلوقتي في الكام سنة اللي احنا قعدناهم دول 2 دولار. طبعا لما نجيب كروت شاشة اقوى وكتير وكده هيبقى بيجيب فعلا 1000 في دقيقة او حاجات كده، ارقام خيالية. لكن دلوقتي انا عايز دلوقتي في ازمة، انا مش عارف اعمل ايه الصراحة. طب اعتقد ان انا هاخد ال 1700 ديت واحاول هنشوف هنعمل ايه. مش عارف من الفلوس، يعني الفلوس معانا قليلة المفروض. طيب دلوقتي هو عايز اول حاجة نجيب مايننج باور، او خلينا نجيب اول حاجه رامات 4 جيجا، فدي رامات 4 جيجا وات، وبعدين عايز 128 جيجا، وعايز سي بي يو جيل 7 فنجيب له ديت، وعايز مايننج يبقى 35 فنجيب له. ان هي بقى وبعتقد ان انا هجيب من دي 2، لكن يا رب الفلوس تكفي. دلوقتي المفروض ان احنا ناقص لنا نجيب، المفروض نجيب دلوقتي الكيسة، بس الفلوس بقت معانا قليلة أوي. هيكفي ولا مش هيكفي؟ مش هيكفي يا جدعان. فدلوقتي أنا في مشكلة، مشكلة 3 weeks later. في حاجة غريبة حصلت. أنا رغم إن أنا اشتريت أرخص حاجات، أنا اشتريت بي سي يو 2500، هو أنا بستهبل ولا بستهبل؟ والله يا جدعان أنا مش عارف إزاي أنا الصراحة أشتري دوت، لكن أنا هحاول أبيعه دلوقتي كده وأحول الفلوس ديت. صحيح مش حاجة يعني، بس هنعمل اللي نقدر عليه عشان عايز اشتري المذر بورد. عاوزين نشتري ارخص حاجة، ارخص حاجة 560 ده يبقى معناها 85. الكيس اللي هناك اغلى من كده، فنجيب مثلا كارت الشاشة نبيعه. هو ده مش فارقة معانا دلوقتي اوي يا جدعان، يعني ساعة بعدين نبقى نظبطه. تمام، احنا دلوقتي المفروض ماشيين كويس كده، كده كل حاجات المفروض تبقى تمام. فنروح نركب البي سي ونبيعه، وبعدين هنشوف بقى نعمل ايه. طيب ده البي سي اهوت كيسة،
نحطها هنا كده، ونجيب المذر بورد نحطها، ونجيب الاس اس دي نحطه، نجيب بورد نحطه هنا، نجيب كارتين الشاشه نحطهم هنا كده، نجيب الرامات، نجيب السي بي يو، نبدا نركب بقى كل حاجه كده. بس وبعدين نقوم فاتحين بقى الجهاز. دلوقتي المفروض بقى ان احنا نقوم جايين هنا كده ونفتح دوت عليه. ليه بقى بنعمل كده؟ ما المفروض ده مش بتاعنا يعني، المفروض ما نعملش كده، ولكن عم الكوسه اللي بيشتريه بيقول لازم تشغله عشان الراجل، عشان اتاكد ان هو شغال. فالمهم اول ما نيجي كده يجيب لنا الفلوس 2500. برضه انا مش عايز اعمل دلوقتي دوت، مش عايز اعمله دلوقتي، يعني خلينا نجمع شويه فلوس. فانا عامل لنا مهمه كمان، احنا معانا 2000، فخلينا نعمل مهمة. طيب المهمة دي عايز فيها، خلينا الأول نروح الشوب بعدين نشوف هو عايز ايه. طيب بعد ما رحنا هو عايز 8 جيجا رام، فخلينا نشوف كده أرخص نوع هو ايه. ده أرخص نوع، وعايز 128 جيجا اس اس دي. ولو انت لغاية هنا فأتمنى ان انت ما تنساش تدوس لايك واشتراك، يعني لان المشاهدات في الارض، وعشان عايزين قبل ما السنه دي تخلص ندخل 5000 او 6000 على الاقل. طيب دلوقتي نكمل، احنا محتاجين دلوقتي كارت الشاشه يعدي 37، فانا اعتقد هعمل نفس اللي عملته مع الراجل اللي فات، وانا اشتري الاثنين من دوت. وعايز اخر حاجه سي بي يو جيل 5. تمام خلينا نشتري دوت كده. دلوقتي نروح نشتري الحاجات الاعتياديه، وهي الكيسه، المذر بورد دي اخر حاجه، ونروح نركب الجهاز. طيب بعد ما نيجي هنا كده نركب الجهاز برضو زي المره اللي فاتت عادي خالص كده، تبقى كل حاجه تمام خلاص. دلوقتي ناخد اللابتوب بتاعنا ونقول له افتح يا عم العسل انت كده، ونقوم واخدين ده كده ونقوم رايحين هنا كده. طيب ثانيه نون واتف كده دلوقتي خلاص، اعتقد تمام يا جدعان يلا. طيب المشكلة البسيطة يعني ان هو كان عايز يوصل ل 37، واحنا كنا لسه فاتحينه، فكان لسه بيوصل للرقم ده يعني في التعدين يعني. طيب دلوقتي خلينا نعمل اخر مهمة معانا في الحلقة النهاردة، ومعانا 3000 كاش، فعايزين مهمة قد الفلوس دي، لكن المشكلة ان مفيش. فهنعمل ايه بقى؟ نقوم واخدين كده مهمة، نقوم دايسين كنسل ناخد، وكنسل ناخد، ونكنسل عشان تيجي لنا مهمات جديدة. طيب في 1200 نايت، صح احنا معانا اكتر من كده، ولكن مفيش مهمات الصراحة، ولا خلينا ندوس برضو ناخد ونكنسل. طيب في مهمة كويسة جدا يا نايت، اللي هي ب 2700 ديت، فخلينا ناخدها ونروح للشغل. طيب الراجل اول حاجة عايزها 128 جيجا رام، جيجا رام اس اس دي اقصد، وعايز 4 جيجا رام، فناخد له من دوت. وعاوز بعد كده سي بي يو جيل تالت، وعايز سرعة تعدين 44. اعتقد ان انا هاخد الكارت دوت يا جدعان، فخلينا ناخده، ونجيب الحاجات الاعتيادية، الكيسة، المذر بورد دي اخر حاجة، ونروح نركب الجهاز. فدلوقتي خلينا نركب الجهاز يلا. بعدين نقول لانش، بعدين نقوم خارجين كده، ونقوم رايحين عند اللاب نفتح كده. دلوقتي كمل بس شوية عشان نشوف محتاجين ايه اللي بعنا. احنا بعنا كارت الشاشة، وبعنا اللي هو البي سي يو دوت. خلينا دلوقتي ناخد ده كده، ناخد ده ونبيع كده، تمام. دلوقتي بقى معانا فلوس كويسة، فاعتقد ان هي مش هتبقى مشكلة دلوقتي ان احنا نجيب الحاجات دي. ادي البي سي يو، وادي الكارت الشاشة، ونركب كده الحاجات دي بس. فنقول لانش، وبعد ما فتحنا خلاص الجهاز نخرج هنا ونروح عند اللابتوب، او هو اشتغل مع نفسه اصلا يعني. فهي هتكون حلقة النهاردة خلصت، هحاول اقعد شوية ورا الكواليس، هحاول مش اكيد اجمع شوية فلوس عشان نعمل مهمات فلوس اكتر، او مهمات اللي هي صعبة اكتر. في نفس الوقت عايزين نغير المكان دوت، وعايزين نجيب اكتر من كارت شاشة، وعايزين نجيب بتاع اللي هي الكبيرة ديت اللي بنحط فيها 18 كارت شاشة تقريبا، وعاوزين نجيب برضه بتاعة البيتكوين. لكن كل ده مش هيحصل في الحلقة الجاية اكيد يعني، على الحلقات الجاية. فلو الحلقة ديت عجبتكم يعني اتمنى تدوس لايك وكده يعني. ف يلا سلام.